أعزائي المشاهدين، مسي عليكم بالخير وعيدكم مبارك إن شاء الله. ثالث يوم العيد طبعا، يعطيكم العافية. برنامجكم كاش مو بلاش. طبعا قبل لا نبلش، أودي أوجه تحياتي حق رجال الأمن وزارة الداخلية، ما قصروا اليوم. اليوم كان في عرقلة زحمة، يعني على قولتهم عرقلة، ها زحمة اليوم، فكنت مستعجل شوي، قلت لهم عندي تصوير، فما قصر معاي ويعطيه ألف عافية المطيري. ما ادري نسيت اسمه انا، بس ما قصر، يعطيه الف عافيه المطيري. ما خالفك يعني؟ اي والله خوش ريال والله صراحه. طبعا نوجه لهم تحياتنا مثل هذه الايام، اكيد هم مضغوطين، وكل عام وهم بخير اخواننا رجال الامن، وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مشاهدينا. ثالث يوم العيد واخر حلقه حق العيد طبعا، واليوم راح يكون طبعا مثل ما ذكرناكم، راح يكون اليوم عندنا اخر سؤال، وان شاء الله الايام الجايه راح نذكركم متى راح يكون السحب على الجوائز الكبرى. طبعا للمشاركه اللي حاب يدش ويانا على الهواء ويتواصل ويانا، الارقام الموجوده عندكم على الشاشه، كاف او سي بالانجليزي، وطرشوا مسجاتكم ان شاء الله راح تكونون ويانا على الهواء وتربحون الجوائز الموجوده عندنا. نذكركم اليوم بالفائز بصوره فقره فنان، خلينا نشوف الفائز ونرجع لكم. طبعا سارة بنت الفرجاني الجريدي الفائزة في حلقة أمس، سارة بنت الفرجاني الجريدي، ألف مبروك جهاز بلاك بيري. طبعا الصورة للفنانة منى شداد. منى شداد سبحان الله، يعني هني صورتها كنا المطربة الراحلة ذكرى. اي والله تصدق. إيه. زين غنينا مقطع طبعا لين اليوم. إيه هذا هو. خلينا نشوف صورة اليوم. صورة اليوم الله، بسنا فلوس يا حسين، بسنا فلوس يا حسين. منو؟ هو واحد من عيال بن عاقوم. انا اقول لك سعد الفرعي. هو لان ذاك اليوم كان ويانا الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا. ايه اليوم اخوه. ايه في 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 شي يقول، شي يقول شريكه، شي يقول بسنا فلوس يا حسين، بسنا فلوس، بسنا فلوس يا حسين، واحد الف، اثنين الف، اثنين الف. طبعا عملاق من عمالقة الفن، عملاق يعني شهادتي فيه مجروحة. هل هو سعد الفرج؟ سعد الفرج، سعد الفرج، سعد الفرج، سعد الفرج، سعد الفرج. لبن 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 لبن. طبعا طريقه المشاركه نذكركم فيها زين، 93312 وطنيه 1521 فيفا 50129، كاف مسافه الاجابه الصحيحه، كاف او سي بالانجليزي مسافه الاجابه الصحيحه، ومن خارج دوله الكويت وبالتحديد من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه 6305 موبايلي اس تي سي 8552465. ايش عندنا حمود؟ خلينا نشوف معاكم سؤال اليوم. سؤال اليوم يقول، شو يقول جاسم؟ اخر سؤال، شو يقول؟ يقول من هو الامين الراحل صاحب فكره انشاء مجلس التعاون الخليج العربي؟ من هو الامير الراحل صاحب فكره انشاء مجلس التعاون الخليج العربي؟ الشيخ يابر الاحمد اليابر الصباح، ولا الشيخ احمد اليابر الصباح، ولا الشيخ عبد الله السالم الصباح؟ انا اقول الاجابه الاولى اذا ما خاب ظني. انا وياك. أنا ما أعتقد الإجابة الأولى. أنا وياك جاسم. طبعًا من هو الأمير الراحل صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليج العربي؟ شيخ يابر الأحمد اليابر الصباح، ولا الشيخ أحمد اليابر الصباح، ولا الشيخ عبد الله السالم الصباح؟ إذا تعرفون الإجابة. واليوم كذي كفينا وياكم السؤال رقم 33، اليوم آخر سؤال على الجوائز الكبرى. خلنا نشوف الجوائز الكبرى. خلنا نشوف الجوائز الكبرى. شنو الجوائز الكبرى؟ الجائزة الكبرى الأولى طيارة خاصة، طبعاً مو طيارة خاصة، رحلة خاصة، طيارة خاصة، يا رحلة سلام. خاصة، طيارة خاصة لست أشخاص لمدة 3 أيام، كويت دبي كويت، وشايف الفندق؟ الله عجيب، مثلث، ليموزيني، مثلث، إي 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 هذا مثلث هذا. رحنا له أنا وياك، يوم صورنا طيارة وطلعنا. إي لا رحنا هني الفندق اللي هني. لا إيه؟ لا مو هذا يعني، لا مضيع هذا، هذا بدبي شغل عجل. ليموزين طبعا تنطر الفايز وياه خمسه بالمطار، تاخذ من المطار للفندق بوكيت ماني 1000 دينار. خلينا نشوف الجائزه الكبرى الثانيه. الجائزه الكبرى الثانيه سياره كامري 2010 وكاله، وكاله بلوشة. اللون، اللون ملكي، ملكي لا ملكي، زعيم، لون لون زعيم، لون ملكي طبعا، لون زعيم طبعا. بعد شوي راح يدش علينا واحد من محبين النادي الملكي. نعم خلونا نشوف الجائزة الكبرى الثالثة، طقم الماس يلقلق. يلق شنو؟ يلقلق. خلونا نشوف الجائزة الثالثة، طقم الماس يلقلق. طبعا هذه الجوائز الكبرى واللي راح يكون عليها السحب ان شاء الله، راح نبلغكم بالايام القادمة متى راح يكون السحب. يعني
طريقة المشاركة، الأرقام اللي راح تظهر بعد شوي على الشاشة. زين 9331 2 وطنية 1521 فيفا 50129 كاف مسافة وسي بالإنجليزي مسافة. الإجابة الصحيحة سعود تفضل. بس قبل لا ناخذ الفاصل سعود 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 شلونك؟ سعود حيا الله الغتساوي، شلونك سعود؟ تمام طيب ان شاء الله. شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ تعال تعال وقف هني سعود، ايش رايك ببرنامج كاش مو بلاش؟ والله العظيم انه عجيب. حلو ها؟ شنو حلو فيه؟ كل شيء كل شيء حلو فيه. وانت بعد احلى، هذه هديتك اللي فزت فيها طبعا. مبروك تسعود طبعا. سعود سالف سعود، ايش رايك؟ شو تقول عن كاش مو بلاش؟ اليوم طبعا نورت الاستديو. والله انا شيء اقوله شفيك؟ مستحي. لا 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 تستحي، شفيك؟ ها مستانس؟ مستانس ها؟ حياك الله سعود. قول كاش مو بلاش. كاش مو بلاش. هني هني عند الكاميرا هذه. كاش مو بلاش. قول كاش. اشر اشر اشر. قول كاش. كاش مو بلاش. كاش مو بلاش. حبيبي سعود. حياك الله. طبعا سعود. الف مبروك لك يا سعود، الف مبروك. طبعا صديق برنامجنا ومن اخواننا، طبعا كان فايز ايضا. طبعا هو ما جاوب، بس اليوم يا يستلم جائزته وحبينا ندخله بالاستديو. طبعا سعود ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. لا سبحان الله، الله ياخذ ويعطي، يعني انسان ذكي مع انه هو من اخواننا المعاقين. لكن ما شاء الله عليه، يعني لا تشوفون على المدرج. نعم لا تشوفون على المدرج. اي هو بعد تساوي بعد هو بعد وحب العربي بسبتي. هو بعد يعني الملكي ها؟ اي يشجع ناديين الملكي، يعني يشجع القادسيه وبعدين مباريات العربي. اي العربي يعني غتساوي اول شيء. غتساوي عرباوي. غتساوي الوقت ذبحتنا ما اعرف مالك ترى. مع الخيل يا شقره عرباوي، بس يقول لا عشان المشاهدين ما حد يزعل منك. صدق على راسي العرباويه والغتساويه. مشاهدينا ناخذ فاصل ونرجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد هالفاصل. طبعا للمشاركة أرسل حرف الكاف أو حرف السي بالإنجليزي، أرقام ظاهرة على الشاشة، قواعد اللعبة نعلمكم قواعد اللعبة. مسلسل تذكير مسلسل هذا مسلسل ليش كذي عوية اليوم من يوم مسلسل هذا مسلسل مسلسل أغنية هذا مشلشل ولا مشلشل؟ هذه أغنية طالعة، هذه أغنية 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 هاي أغنية أغنية مسرحية مرسحية. طبعا بين الكلمتين او الكلمة الف لام. لا بين الكلمة والكلمتين لا تضيعنا. لا اول بين الكلمتين هذه الف لام. يا عيني على فوق وفي وبعد وشنو واللي تبونه ومن ومن ها ومن. عشان في من اليوم. اوكي طبعا اي طبعا اعزائي المشاهدين ما نبي نخسر احد اليوم، نبيكم ان شاء الله تجاوبون علينا، تجاوبون على اسئله وتركزون معنا، تجاوبون علينا طبعا حلوة. ركزوا معنا الاجابه كل يوم، يعني اللي شاهدنا واللي شافونا وتابعونا يدرون فينا ان احنا قاعد نساعد، يعني احنا قاعد نقول الاجابه بس وين الفطين اللي يلقطها؟ هني من سبق لبق ولا ايش رايك حمود؟ والله رايي رايك صراحه، ركزوا معنا اعزائي المشاهدين ويعطيكم العافيه. الو فراج. والله صباح الخير يا فراج. صباح النور. اليوم 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 بصبح عليك اليوم. يا مرحبا حبيبي، امسي عليك واصبح عليك طبعا. يا مرحبتين. شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله طول عمرك خير. لا ما تعشيت ولا لين الحين؟ لا والله للحين. لا ان شاء الله ان شاء الله ناطر الكاش عشان تعزمنا الكاش وتعزمنا باكر عشاء، ايش رايك؟ حياك تشرف عزيز غالي، شرف لنا يا فراج ان سمعنا صوتك وتكون مشارك ويانا. واول اتصال وقول امين، الكاش من نصيبك يا رب. امين يا رب. جاهز؟ خليك ويا محمد. يلا جاهز؟ شو اللي تختار، الكاش ولا التراتي ولا ايجار سياره ولا تليفون سمنت ولا تذكره سفر كويت دوحه كويت غامه فندق؟ ايش رايك دي اسال؟ شو اللي تختاره؟ الكاش. 100 دينار كاش. يلا يا فراج. طبعا ال 100 دينار على شو اسمه؟ على المكشوف صراحة. يلا تختار. نعم؟ يلا. يلا نختار. أي واحد؟ بالنص. اللي بالنص ولا أول واحد؟ اللي بالنص من اليمين. اللي بالنص. أول شيء طبعا طبعا أقول الشغلة. إيه. والله على اسمك أول شيء صراحة. زين فرا يعني شوف فراج هي فيها فاء وراء وياء وجيم. يلا جاهز؟ جاهز. هذا شنو؟
شنو هذا؟ مسلسل. مسلسل. كلمتين. كلمتين. أول كلمة. الأولى. أول كلمة. ساء. أول كلمة أوكي. ممر. منطقة ممر في فرجان فريج. يلا. فريج. شنو شنو؟ فريج سويلة. فريج شنو؟ فريج منو؟ سويلة. لا يمكن فريج عقاب. إيش دراك؟ يمكن فريج عقاب، فريج محمد، فريج جاسم، فريج شو تقول نهار؟ شو تقول؟ فريج شو تقول؟ شو تقول؟ فريج عقاب ولا فريج سويلة؟ ها خل انطرنا فراج، خلنا نتداول. تعال تفضل اخوي محمد، تفضل. ايش رايك؟ خلنا نشوف. لحظة لحظة قبل لا تقول ألف مبروك، شو اسم الإجابة؟ شنو؟ شنو اسم الإجابة اللي قلتها؟ شنو؟ فريج قال فريج صويلة، راح على فريج عقاب. فريج صويلة. ألف مبروك. ألف مبروك، أنت تستاهل الكاش. هذا مط نايم نايم. محمد أنت هيك تقول لي عقاب أنا بوقفك شوي عشان أشوفك شو تقول. ألف مبروك، أنت تستاهل. ألف مبروك يا مروان، تستاهل. وإن شاء الله باكر تيجي تستلم هديتك الساعة كم؟ ونروح ان شاء الله انا وياكم محمد وتعزمنا عشاء. بس ما لا تكثرون عزيز غالي والله. لا ما راح اكثر، ما راح اكثر، بس هني والله بس بس مكثر ثلاث وجبات اربع عادي. شوف لا تحط لي فلفل، اذا حطيت فلفل اهف الطاوله باللي فيها. لا لا انا بجيب وياي فلفل. يلا يا بعد يلا حبيبي، حياك تستاهل. تستاهل طبعا. الاجابه فريج عقاب عبد العزيز المسلم، والفنان الراحل علي المفيدي، الفنان الراحل خالد النفيسي، ابراهيم الصلال، غانم الصالح، انتصار الشراح، احمد السلمان، سمير القلاف، النجم المصري، نصر حماده. خليف شو اللي راح؟ شو اللي راح توه؟ الكاش راح. راح الكاش. خليف الو؟ الو خليف. ساك الله بالنور عزيزي، شونك؟ الله يسلمك. عيدك مبارك ويامك سعيدة ان شاء الله. الله يسلمك. ها اليوم ثالث يوم العيد وعقب باكر دوامات، شلون النفسيه؟ والله الحمد لله. والله اللي بتتعب نفسيتهم المدرسين. والله شو سوي بعد موظفين التربيه ثلاث اشهر ما اربع اشهر. موظف بالتربيه خليف؟ اي نعم. تعب نفسيتك تعبانه الحين عقب باكر دوام، تعودت على السهر وتعودت. عموما عزيزي خليف طبعا باجي ويانا، راح الكاش 100 دينار راحوا، عندنا تراشي الماس، كوبون اجار سياره كشخه لمده يوم، تليفون سيمنز ارضي، تذكره سفر كويت دوحه كويت، اقامه في فندق لثلاث ليالي، عفوا لمده ثلاث ليالي لشخصين، واشتراك دي اس ال بسرعه 1 ام بي لمده 6 اشهر. يلا تخيل شلون؟ ناخذ سياره. اجار سياره كشخه لمده يوم. يلا اختار كرتك يا خليف. بالنص. البالنص. يلا البالنص. خليف هلا. ليش اللي بالنص؟ والله الخيار لما وقف. يلا ان شاء الله. جاهز؟ خلينا نشوف. كلمه واحده اغنيه. اوكي اغنيه. اوكي اوكي. كم كلمه؟ كلمه واحده. اوكي شنو هذا؟ شنو هذه رسمة؟ شنو؟ قلب. قلب شنو؟ قلب وفيه سهم. قلب الحب. اوكي شيل القلب خلي الحب. زين يقولون فلان شنو؟ شيل القلب خلي فلان يحب. فلان شنو بعد؟ يحب بيب يمكن او العاشق او ها او الحبايب. ايش قال ايش قال؟ حبايب. لا 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 اللي قبلها قال عاشنو؟ عاشق. عاشق عاشق والهان. لا خلك بس خلك واحدة. بس كلمه واحده. عاشق. عاشق قول. عاشق. عاشق عاشق. ايش رايك؟ والله ما حمود هو شنو؟ بس تو معانا. هو شنو؟ انت بس معانا. هو شنو؟ معانا. عاشق. عاشق عاشق عاشق. وجابتك صحيحه يا خليف، تستاهل. الف مبروك. والله مشكورين.